تطوروا. لازم، محتاجين لسه قدامنا بطولات كتير بعد كاس العالم للانديه، دوري وكاس وسوبر افريقيا، محتاجين لكل لعيب يكون جاهز 100% لان هيجي وقته وهيشارك كده كده. نروح بقى لخصمنا في نصف النهائي ريال مدريد اللي قدم امبارح فرصه ذهبيه لمنافسه التقليدي برشلونه بزياده فرق النقاط ما بينهم بترتيب الدوري الاسباني، وده بعد خسارته امبارح من ريال مايوركا قدام 1-0 علشان تكون دي اخر مباراه ليهم قبل ما يواجهونا يوم الاربعاء. وده خليني اقول لكم انه يعني لعله خير يا جماعه ان شاء الله. كل المعطيات والحاجات اللي عماله بتحصل بتقول ان المكسب لينا باذن الله، وهنصعد للنهائي كملك متوج للعالم مش بس ملك لافريقيا باذن الله. عايزه بقى اقول لك كمان من كلامك انه من ضمن الحاجات اللي حصلت ومبشره لينا كلنا هي الاصابات التي تضرب نادي الملكي. 6 إصابات يا جماعة للاعبين فريق ريال مدريد، بداية من حارس مرماهم البلجيكي كورتوا فهيشارك بدلا منه الأوكراني أندري لونين، وقائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، وإيدن هازارد، وميليتاو، ومندي. فهي شكلها كده يعني زي بيقولوا سلكة ومتيسرة، خصوصا بقى أن ريال مدريد خلينا نقول أنه بيعاني الفترة دي على كل الأصعدة، إصابات، عدم سيطرة على اللعيبة، خسارات كتير، تراجع في مستواهم الفني مع المدير الفني أنشيلوتي، ودي إشارة لينا خصوصا وإننا عندنا الخبرات الكفاية، الإمكانيات والخبرة اللي تخلينا نكسب إن شاء الله يا رب ونتأهل للنهائي في ظل تراجعهم، وخلينا نقول في ظل تحسن مستوانا وتألقنا كمان. وإن شاء الله كأس العالم السنة دي بإذن الله مش هيرفعوا غير النادي الاهلي، وخليكم فاكرين كلامي ده كويس قوي 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 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.